بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين ورب دايما بخير. بنحب نعمل كده في الاعياد حاجه كده، مقبلات جنب الاكل او حاجه جميله. وزي ما انا قلت لكم لو في بطاطسايه تعالوا اوريكم ممكن نعمل مقبلات عامله ازاي. بنجيب البطاطس بنقشرها ونحطها تتسلق بميه وملح بعد ما تتغسل. اوعى حد يقول لي بشرها، القشره مشكله عشان الرش. طب ازاي تتماسك وما تفكش ابدا معانا؟ ادي دوت 4 بطاطسات تقريبا نص كيلو، خدوا مني بعد ما صفيتها 2 معلقة كبار من النشا على النار كده، نار هاديه جدا عندنا وراها كده. لما تتماسك ملح فلفل اسمر، معلقه زيت، ادي الملح فلفل اسمر، هنهرس الكلام دوت. انا عايز البطاطس ليه بقايا الميه اللي بتخليها تفك في التحمير، هي اللي ده اللي بيخليها تفك في التحمير، فهنا النشا شدها. معلقه زيت عشان يلم لي الموضوع ده كوره واحده زي عجينه بلح الشام كده، بصوا هتبقى كوره في الاخر خالص. انا بس بوري لكم دي البدايه. والعب يا باشا بقى، اعمل اصناف بالبطاطس زي ما انت كل اللي بيتباع في السوبر ماركت الغالي. تعال نحط شويه زيت نضاف بالشكل الجميل دوت. يكون عندي بصل شرايح ابيض، يا ريت، بغلف كده. ده الشاسيه، يعني البصله الشريحه دي شاسيه وبتدي طعم مميز جميل قوي. عندي جبنه اقدر الفها شرايح اللي هي الموزاريلا، اي نوع جبنه ماشي. عايزين نقتصد، انا عندي شويه جبنه موزاريلا مبشورين. يلا يا باشا غلفهم لي كده من جوه بالشكل ده كده. شوف الموضوع بسيط جدا وسهل، انا عامل 30 واحده امبارح. ويفل لي كده، يبقى حوالين شاسيه البصلايه. الشاسيه هو المبنى اللي انا ببني عليه. مش عايز تحط بصلايه بلاش، خليها بطاطس بس. وادي كده قفلناها كويس جدا جدا جدا، بيض. وادي البصمات الفاتح بتاعنا، فاتح غامق براحتكم يعني، بس عشان الشيء يطلع مميز في التحمير. عايز احشيها بقى سوسيز، عايز اخلي الشاسيه سوسيز، اخليه اي حاجه، انتوا حرين ابدعوا بقى. عايز احط تونه، عايز احط جمبري، انا كده جاهز للتحمير خلاص. الزيت يكون سخن عندي، وما تخافوش عمر البطاطس ما هتقول اي ولا تشقق ولا تفك ولا حاجه من دي، لان انا شلت الميه كلها اللي فيها. ونبدا مرحله التحمير بالشكل دوت. دوناتس البطاطس تبدا تاخد اللون الجميل المميز دوت، ونبدا نقلبها هنا بالراحه عشان لما نخبط عليها تعمل تشك تشك تشك، يبقى فيها الايه القرمشه بتاعتها والجبنه من جوه سايحه. اطلع كده يا باشا، ادي الشكل اهوت، وادي اللي احنا حمرناه كده في الطبق. اقطع كده يا سيدي وشد كده، وتحفه. الجبنه طبعا سايحه من جوه، حاجه كده من الحاجات المميزه قوي الاقتصاديه الجميله اللي ممكن نحشيها اي حاجه جبنه، اي شيء يكون مميز معانا. يا رب دايما كل شيء مميز. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.